كتبتها إليكم كلكم لقد أتيتكم من المدينة وبالضبط من أقدم وأصعب قبيلة لقد بدأت الحرب وتريد ضربي حسنا سأكلمك بشعر منحول لم تسمعه أبدا إنك في الغابة أرنب لكن أنت نسيت من أين أتيت هذا بيتي وأنا الليل أنت ملكي وأعرف نفسك خيرا منك أنت من النوع الذي ينمو بخلايا البنت سمعت أنك تقذفني وتقول كلاما عني كلامك نجس لن أسمعه كي لا ألدخ أذني الكل يحارب في معركة الحياة لكن البعض يقود والبعض يقاد حتى الممات كذبت عليهم للأسف يصدقونك أنت مثل الحربة حسب المكان يتغير لونك إن استطعت رد علي إن استطعت رد علي إن استطعت لن أستطيع مهما تحاول رد علي إن استطعت رد علي إن استطعت رد علي إن استطعت لن أستطيع مهما تحاول ستسمع مني كلام يجعلك تتكلم ولكن لن تستطيع لأنك سوف تتألم إنك هكذا غبي وزعيم الفضلات سوف أقضي عليك وأقضي على كل الحشرات من الذي أدنى لك أن تكون من الشعراء هذا ليس مكانك هذا مكانا للأمراء هذا بيت الرجال والرجول ليس لك أسهل أنت مكانك مع المنافقين في الدرك الأسفل سأبقى الأسد فلماذا تتطاول رد علي إن استطعت لن تستطيع مهما تحاول تريد قتلي وتحلم يوما ما بالانتصار أنت عقرب وسمك ضعيف كالجزار رد علي إن استطعت